تلاجة شارب 16 قدم اللي هي 385 لتر، اللي هي مش ازاز ومش ديجيتال ومش انفرتر. ايه رأيك فيها؟ وعايزين نشرحها حتة حتة ونشوف مواصفاتها وسعرها بتاريخ النهاردة. النهاردة يوم 3/12/2022. طبعا انا جبت لكم كل حاجة عن التلاجة. التلاجة دي لسه جاية عندي، لسه معروضة يعني، فانا قلت اعمل لكم عليها فيديو عشان دي ما عملتش عليها فيديو خالص قبل كده. دي البيزك اللي هي مش ازاز ومش انفرتر، تمام، ومش ديجيتال. فانا قلت ايه، دي ما شرحتهاش فاشرحها. بس قبل ما اتكلم بقى عن التلاجة دي، اي حد عايز يسال اي سؤال، اي حد عايز يسال اي سؤال، في جروب على الفيسبوك. انا عامل جروب على الفيسبوك وصفحه على الفيسبوك اللي انت ممكن تسال سؤال فيه، اللي هو الجروب. ممكن تخش تعمل منشور، تمام، زي ما انت عايز. خش على الجروب، اكتب منشور. عايز تعمل منشور بقى مجهول الهويه زي ما انت عايز. هو ده يا جماعه، انا موجود على طول على الفيسبوك. اللي عايز يسال سؤال، يسال على سعر، يسال على مواصفات، يسال حاجه موجوده عندي ولا لا، يخش على الجروب. تعليقات اليوتيوب، انا ما بكونش قاعد على اليوتيوب على طول يعني، هي مثلا ايه، بيكون بس وقت الفيديو خلاص. فاللي عايز يسال سؤال يخش على الجروب بتاع الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو ده، وهحط لكم برده في اول تعليق، تمام، وهظهر لكم الصوره بتاعته على الفيديو ده. وفي برضو قناه على التليجرام ممكن تخش فيها، بنزل فيها الاسعار، وهنزل اسعار تلاجات شرب. بصوا يا جماعه، انا منزل سعر تلاجات شرب كلها على الجروب، اللي هو سعر الليسته، السعر الرسمي بتاعها اللي هو الجديد بتاريخ اول لما زاد بتاريخ 1/12، تمام. دي تلاجه شرب زي ما احنا اتفقنا اهي، دي تلاجه شرب نو فروست، بتبرد بالبخار، ما بتعملش تلج. الماركه شرب، الموديل 48 سي، 48 سي، 385 لتر، 14 قدم. انت لسه قايل لنا من شويه اللي هي 16 قدم، يعني لحقت تغير كلامك. بصوا يا جماعه، كان زمان 1 قدم بيساوي 24 لتر، دلوقتي 1 قدم بيساوي 28.3 لتر، فمقياس القدم اتغير عن زمان. فاحنا عايزين نجيب القدم الاصلي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه من زمان. نعمل ايه؟ بناخد السالي تريدي اللي هي 385، بنقسمها على 24، بيدينا القدم بتاع زمان. هيديك القدم بتاع زمان، هيبقى 16 قدم، تمام؟ دي تبقى اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء، جايبه المستوى ايه؟ بيستهلك في الشهر 42 كيلو، عشان دي مش انفرتر، مش موفره في الكهرباء. طبعا دي ضمان، العربه ضمان 10 سنين للدعيب الصناعه. طب بعد من 10 سنين خلاص، وبيديك كمان سنتين، بيديك سنتين كمان عمر افتراضي بس بمقابل مادي بعد من 10 سنين يخلصوا، اللي هو يضمن لك، اللي هو يوفر لك قطع الغيار، تمام؟ بصوا يا جماعه، دي الابعاد بتاعت الثلاجه اهي، شارب 48، موديل بتاعها 48 سي، 385 لتر، 16 قدم. جايب لكم العرض والعمق والطول. السعر بتاريخ النهارده، النهارده 3/12/2022، عامله 11245. دي الشربة اللي هي مش انفرتر ومش ديشل ومش ازاز، تمام. نبص كده بقى على الماتور والابعاد. بصوا يا جماعه، ده العرض بتاعها من قدام 65 سنتي، من اول هنا كده لحد اخر نقطه 65 سنتي. العمق بتاعها من الجنب من هنا لحد الاخر كام سنتي؟ 68 سنتي. والطول بتاعها من الارض لحد اخر نقطة فيها كام؟ متر 67 سنتي. طيب الجناب بتاعتها والجزء اللي فوق من التلاجة بيكون من الجلد الصناعي، علشان السخونية بتاعت السيرابنتينا ما تسخنش التلاجة من الجناب لو انت هتقفل عليها المطبخ، فما تسخنش معاكي، تمام. نبص كده على الجزء الخلفي، طبعا مقبضين بلاستيك. الخلفيه بتاعتها موجوده عندي من الالومنيا. نبص كده بقى على الماتور وغاز التبريد. بصوا يا جماعه، دي مش انفرتر، وهتقول لي ازاي فيها جهاز الانفرتر. انتوا بتسموا الجهاز ده في السوق انفرتر، انا بسميه منظم او استابلايزر. ده بينظم الكهرباء اللي داخله الماتور، ومفيد في الاماكن اللي هي البيوت اللي بيقطع فيها الكهرباء كل شويه، لان لما الكهرباء تقطع عندك في البيت كل شويه، ممكن لما ترجع تاني تخش على البيت قويه، فتخش على الاجهزه تحرقها. فده وظيفته، اللي هو بينظم الكهرباء قبل ما تخش على الماتور، بحيث لو الكهرباء جايه جديده ايه، ينظمها. طب لو الكهرباء بتاعت البيت ضعيفه، برضه يجمعها ويركزها قبل ما تخش على الموتور، عشان تقدر تقاوم الموتور. فده جهاز اسمه منظم او استبلايزر. وممكن نجيبه فرداني للبيوت اللي هي كهربتها ضعيفه، او البيوت اللي هي كهربتها بتقطع كل شويه، عشان ما يبوظش الاجهزه. نبص كده بقى على الموتور. بص يا جماعه، ده نفس الموتور الموجود في ثلاجه تورنيدو اللي احنا شرحناها الفيديو اللي فات. ده موتور امبراكو، ميد ان برازيل، مصنوع في البرازيل. المشكله بقى غاز التبريد بتاعه ار 134 اي. واحنا قلنا قبل كده الغاز التبريد اللي هو ار 134 اي بيكون حجم الموتور بتاعه كبير،
تمام. المواسير عندي هنا نحاس، فدي برضو ميزه حلوه. بس اللي ما عجبنيش اللي هي غاز التبريد ار 134. حتى السبب اللي مخلي كهرباء الثلاجه دي 42 كيلو في الشهر هو غاز التبريد ار 134. حتى لو كانت انفرتر، غاز الار 134 بيكون غاز محلي، بيكون غاز تقيل، بياخد وقت عقبال ما يسقع الثلاجه ويبردها، وتبريده ما بيكونش قوي زي الار 600. اما غاز التبريد ار 600 هو بيكون تبريده اقوى، بيكون غاز تبريد مستورد، بيبرد الثلاجه بشكل اسرع، بيكون انفرتر في موفر في الكهرباء لانه هو بيبرد بسرعه، فما بيستهلكش كهرباء كتير. الجزء البلاستيك اللي موجود ده بينزل عليه الميه الزايده، وطبعا الميه بقى لما تنزل بقى ساقعه هنا بتبرد على الماتور لما الماتور يسخن، وخصوصا ان في مواسير برضو اللي هي طالعه من الماتور موجوده عندي عشان تبرد برضو تبرد. ده كل حاجه للتلاجه، الفولت طبعا والوات تمام. وبتبرد لي قد ايه؟ بصوا 6.5 كيلو في ال 24 ساعه، يعني الساعه التبريديه للتلاجه دي 6.5 كيلو في ال 24 ساعة، يعني تبرد لي او تجمد لي اكل كام كيلو في اليوم؟ 6.5 كيلو اهو، 6.5 كيلو. هي بالله هنا هي فين؟ اهي فريزنج كاباسيتي كام؟ اللي هو بتاع الفريزر 6.5 كيلو تمام. نكمل بقى بقية شرح التلاجة. نبص على التقفيل، التقفيل انا شايفه متظهر حلو مش وحش، تقفيل كويس جدا بالنسبه للحاجه المحلي. تلاجات الشرب اللي هي بيكون كومبي، اللي هي بيكون تلاجه فوق وفريزر تحت، بتكون تركي. اما اللي بيكون بقى زي كده الطبيعيه بتاعتنا، الفريزر فوق والتلاجه تحت، دي بيكون محلي. المقبض زي ما انتم شايفين كده مقبض خارجي استانلس. نبص كده بقى على التلاجه من جوه، ده حجم التلاجة من جوه. ناخد كده الفريزر، الفريزر طبعا بيكون في رف واحد، وده بيكون زي حاجز عشان لو الحاجة طويلة برضه حطيت أي مجمدات طويلة مثلا سمبوسك جلاش أي حاجة متقعش مني، يكون الحاجز ده إيه مانعها اللي هي متسقطش مثلا، متقعش مني أول ما أفتح باب الفريزر. ممكن أشيل الرف ده خالص مفيش مشكلة، في فتحات موجودة عشان التبريد يخش في الحاجات اللي جوه الرف عند الفريزر. نبص على التقفيل، أو التقفيل من هنا كده ماشي كويس، بس جه عند الحته كده ايدي وفلتت منه. انا قلت ده الجناب من الجلد الصناعي عشان الحراره، عشان اقدر اقفل عليه بلت ان. كده كده برضه الثلاجات بيكون فيها عازل، نفس الفكره بتاعت البوتاجازات يا جماعه. الماده البيضاء دي اسمها ماده اي بي اس، دي مقاومه للبكتيريا، عشان لو في اي بكتيريا ناتجه عن الاكل تقف على الماده البيضاء دي، الماده البيضاء دي تمنع من نموها، ما تخليهاش تنمو وتكتر، بتقتلها تمام. عندي في صنع التلج غرفتين، ادي غرفه ادي التانيه، وممكن اشيله خالص، ورف البلاستيك ده ممكن اشيله خالص لو انا عايز الفريزر كله واسع. عندي غرف التبريد، في غرف تبريد اهي، غرف تبريد اهي بتبرد على الجزء اللي فوق من الرف ده. عندي غرف تبريد موجوده تحت بتبرد على الجزء اللي تحت تمام. عندي نظام الفصل الاوتوماتيك اللي هو اول ما افتح الفريزر المروحه تبطل عشان التبريد ما يطلعش بره. نبص كده على الكابينه، ده ضمان العربي اهو، ضمان العربي 10 سنين. عندي ده الجزء بتاع البيض بيشيل معايا 2 4 6 8 10 12 تمام. عندي رف كده بالعرض، ده اول رف في باب الثلاجه او كابينه. عندي رف مقسم حتتين جزئين، عندي في رف كبير بحط فيه ازاز الميه، وعندي في رف صغير، وعندي الجزء البلاستيك ده بحط فيه مثلا الحقن. عندي ده درج التبريد السريع، بيكون تبريده اعلى شويه من بقيه الكابينه رفوف التلاجة، لان هو بيكون مقفول عليه فالتبريد ما بيطلعش بره، وبيخدم عليه غرف تبريد لوحده. بحط فيه الحاجات اللي انا هعملها النهارده، انا مطلعها من الفريزر مثلا، هعمل النهارده فراخ، فالفراخ مطلعها من الفريزر فبسيبها في الدرج دي تفك التلج بتاعها براحتها عشان ما تبص مني لو سبتها بره ونسيتها. بالمناسبه الفريزر ما فيهوش اضاءه، هنا التلاجه فيها اضاءه، دي مش ديجيتال، دي بتحكم في التبريد عن طريق ترموستات. بتحكم في الفريزر اهو عن طريق ترموستات، جايبها لك من الاقل حاجه للوسط للماكسيمم اللي هي اعلى حاجه. برضو الكابينه برضو من المينيمم الوسط الماكسيمم، خليه طبعا على طول خليه على الميديوم، الا بقى لو انت عايز تزود او تنقص، شايف التبريد قوي او ضعيف زود ونقص براحتك. طبعا الرفوف بتاعت التلاجه من الازاز بتستحمل معايا لحد 150 لتر، وخامه الشرب انا قلت قبل كده خامه الشرب بيكون تقيله. بص الرف ده تقيل، حتى المستورد ما يجيبش نفس الجوده بتاعت الرف دي. عندي فيه كده ميجرات، ممكن انقل الرف ده من هنا لهنا. عندي فيه كام رف؟ عندي ادي واحد، ادي الثاني،
ادي التالت اللي هو فوق درج الخضار والفاكهه، ده الجزء الديكوريشن اللي بيتحط هنا على الباب من بره عشان الجزء ده يختفي ما يبقاش ليه شكل وحش زي ما انتم شايفين كده. عندي درج الخضار والفاكهه اهو، هو درج واحد بس حاطط لك قطعه بلاستيك كده عشان يفصله لك، عشان تحط هنا مثلا الخضار وهنا تحط الفاكهه. في برضه نظام الفصل الاوتوماتيك، الماده الاي بي اس هايبر هاند كول سيستم، اللوحه الالمونيا ده اسمه هايبر هاند كولنج سيستم، وموجود برضه في الثلاجات التورنيدو. ده بيعتبر خزان للبروده بحيث لو الكهرباء قطعت يعوض الثلاجه بالبروده لحد ما الكهرباء تيجي عشان الاكل ما يبص، وبيوزع البروده جوه الثلاجه، يعتبر عامل زي مروحه. وبرضه بيمتص الرطوبه اللي موجوده في الثلاجه من جوه عشان الخضار بتاعي ما يبص بسرعه. فده مهم جدا. تمام؟ عندي ممكن احط حله فين؟ ممكن احط حله هنا، الحله اللي بعرف احطها في الرف اللي في النص، لانه بص عالي. اما هنا ممكن احط حلال صغيره، اما هنا احط علب بقى. تمام؟ بس ده كل حاجه عن الثلاجه. وزي ما انا قلت يا جماعه، اي حد عنده سؤال في جروب على الفيسبوك اسمه يسأل السفير، هحط لكم اللينك بتاعه في وصف القناه، واحطه برده في اول تعليق نخش عليه ونسال عشان الاسئله ما تتكررش. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.